أهلا بكم. اهتزت مدينة فاس خلال الأيام القليلة الماضية على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل، بعدما تم تسريب وتداول شريط جنسي لأستاذ يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بيجمعه بطالبته التي كانت تدرس بنفس المؤسسة. وحسب ما أوردته مصادر متطابقة اطلعت على محتوى الشريط، فقد سبقت للفيديو الإباحي محادثات دارت بين الفتاة والأستاذ المذكور، كان موضوعها يتعلق بالامتحانات الجامعية والنقط، مما يجعلنا مرة أخرى على الأرجح أمام واقعة الجنس مقابل النقط. وكما تجدر الإشارة إلى أن الفيديو تصل مدته لحوالي دقيقة ونصف، وقد تم تداوله على نطاق واسع في مختلف منصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار ضجة كبيرة لضربه بعرض القيم للمجتمع المغربي الإسلامي المحافظ ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.